مهلهل مهلهل، ايه هو المهلهل؟ انا مش هقول لكم دلوقتي، لما يجي وقت الكلام عنه هتعرفوا وجهات النظر المختلفه فيما يتعلق بدوري ابطال افريقيا وما ينتظر الاهلي فيه باذن الله. تركيزنا كله في مباراه الترجي، بعد تجاوز الترجي يبقى لينا كلام تاني، لكن ما فيش مانع نلقي نظره. وانا حابب جدا ابص مع حضراتكم على المشوار، مشوار النادي الاهلي وازاي وصل للمرحله دي واصبح قريب جدا 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 من التاهل للمباراة النهائية في المرة الرابعة على التوالي. المشوار ده نقيسه ازاي ونعرف قوة الأهلي وسيطرته وتأكيد على ريادته انه في المرتبة الأولى على مستوى القارة؟ ما عنديش حاجة تانية غير الأرقام، لأنه ما عدا ذلك هو مجرد بقى أهواء وناس في اللالا لاند بتهزي بأي كلام في أي كلام. خلينا نرحب بنجمنا النهاردة كابتن أشرف ممدوح، نسعد بيه وبيشرفنا دايما في السادسة وبنسعد بلقائه. مساء الخير يا كابتن أشرف. مساء الخير أحمد، نور الدنيا. سعيد جدا جدا بوجودي معاك طبعا دايما. يعني كلاكيت ثالث مرة نتقابل في او رابع مره نتقابل في قبل نهائي صحيح دوري الابطال. صحيح. خليني اتكلم معاك الاول على شكل الاهلي، على مشوار الاهلي. سيبك من ماتش الترجي، هجي له دلوقتي، وسيبك من المباراه النهائيه، لكن ازاي شفت مشوار الاهلي في البطوله من بدايتها لغايه ما قدر يتجاوز عقبه الترجي في تونس بنتيجه 3-0؟ ومبروك طبعا الفوز. طبعا مليون مبروك، وان شاء الله يعني نكمل المشوار، وباذن الله يعني ان شاء الله يكون يعني النهائي باذن الله تعالى يليق بالنادي الاهلي باذن الله تعالى. وانت عارف ان احنا بناخد دايما، النادي الاهلي دايما بياخد الامور بالمرحله مرحله. صحيح. بكل تركيزها طبعا، فان شاء الله ان شاء الله الجمهور نتخطى دايما بيسبق. طبعا الجمهور ثقه بس في لعبتنا وفي رجالتنا، ولكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله البطوله تكون ان شاء الله في دولاب النادي الاهلي في هذا الموسم. المشوار بيعني بالنسبه لي كلمه واحده، هو تطوير. تطوير على مستوى الاداء الخططي والتكتيكي وارتفاع في المستوى، الانسجام، مش هتكلم عن الروح لان دي سمه موجوده في النادي الاهلي في لعيبته. ده انا عايز اقف مع حته الروح دي بس هجيلها كمان شويه معاك، لانها مهمه جدا جدا جدا. لا مش بس مهمه جدا، بقت واضحه جدا. يعني 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 تحس انه اللعيبه النهارده الحاله المعنويه الجرينتا زي ما بيقولوا الطليان عندهم بقت عاليه جدا. عاليه جدا حقيقة. صحيح. التوب فورم بنتكلم عن اداء خططي وتكتيكي، وكمان معاهم اداء قتالي ورجولي داخل الملعب. ده التوب فورم بالنسبه لي، انك بتادي بشكل جيد وبتنفذ فكر المدرب وكمان بروح قتاليه عاليه جدا. صحيح. لما يوصل نادي الاهلي المرحله دي انا اشك ان في اي حد في افريقيا ممكن يقف قصاد النادي الاهلي. نقسم البطوله، حاسبني من الدور التمهيدي، رغم ان الاهلي لعب يمكن اصعب مواجهه في الدور التمهيدي. انت لعبت مع اتحاد منستيري، فريق يعامل سيزن حلو جدا في تونس. الكره التونسيه دايما ليها اعتبارها وليها شخصيتها، لكن سيبك من مواجهه اتحاد المنستيري. هقسم البطوله لمرحلتين، مرحله مفترض انها اسهل، مرحله دور المجموعات مستوى المنافسة فيها ما بيبقاش أعلى مستوى، قدرتك على التعويض إلى حد ما بتدي أريحية وهدوء في أدائك للماتشات، ثم مرحلة النوك أوتس اللي بتبدأ من دور الثمانية. الأهلي خاض هنا مواجهات في مواجهة سان داونز الهلال القطن الكاميروني، وخاض هنا مواجهتين في أدوار حاسمة نوك أوتس مع فرقتين الاثنين عندهم شخصيه البطل، والاثنين مع اي مع بدايه اي بطوله مرشحين لتحقيق اللقب. صحيح. رجال بيضاوي والترجي. الترجي. ازاي بتقارن مستوى الاهلي او اداء الاهلي ما بين المرحله الثانيه والمرحله الاولى؟ هو طبيعي جدا لما بتقارن ما بين مباراه النيك اوت وبين دور المجموعات الامور مختلفه، لان مباراه فاصله بتعني انك بتخرج من بطوله، ولكن في دور المجموعات انت بتقدر تعوض بشكل او باخر. وده اللي حصل مع النادي الاهلي. صحيح ان هي أصبحت في الفترة الأخيرة أو في المواسم الأخيرة النادي الأهلي عودنا شوية أو تعودنا معاه شوية إن إحنا بنعاني شوية في دور المجموعات، ولكن معرفش ليه أنا دايماً بيبقى عندي ثقة. يعني أنا وأنت هنا في كل الأوقات وفي طول أدوار المجموعات دايماً بنقول هنوصل. عندنا ثقة كبيرة جداً جداً في رجالتنا، لأنه أنا شايف إنه مع بداية التغيير مستر كولر وتوليه الإدارة الفنية للنادي الأهلي ابتدى بشكل مختلف، ابتدى يبقى عندنا أداء جماعي مختلف، ابتدى يبقى عندنا تطوير على مستوى التنظيم الدفاعي والهجومي بشكل مختلف. خلي بالك إنه اختلاف الفكر التدريبي مع طبعا الآلية التنفيذ ده وإمكانيات اللاعبين الموجودين والخامات اللي موجودة بتفرق من مدرب لمدرب، بتفرق الإمكانيات دي في تنفيذ فكره. مستر كولر الحقيقة من البداية، وأنا أشدت بيه بشكل كبير جدا من البداية، مش من النهاردة، بقول إنه
فكره مختلف وهادي جدا جدا، بيدرس بشكل كبير جدا، عنده دراسة كبيرة جدا للفريق، للفرق بشكل عام أو الفرق اللي بتنافسك بشكل كبير، وعلى إمكانيات وتوظيف إمكانيات لاعبته داخل الملعب. شفنا تطوير على المستوى الفردي، وده فارق كبير جدا 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 معايا يا أحمد، إنه المستوى تطوير الأداء على المستوى الفردي في فرقة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة مع مستر كولر كبير جدا جدا جدا. لو اتكلمت عن بداية من الشناوي اختلف بشكل كبير الفترات الأخيرة، اتكلم على محمد هاني اختلف بشكل رائع، محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وحتى متولي الفترات الأخيرة في تطوير في مستوى التنظيم الدفاعي والرقابة والتمركز السليم والتوازن ما بين الدفاع والهجوم في الـ في الـ في, الـ في الخروج من في النواحي الدفاعية أو الهجومية أو المساعدة في النواحي الهجومية في الخط الدفاعي بشكل رائع جدا. التطوير بقى الكبير جدا جدا في وسط ملعب النادي الأهلي واللي ما شفناهوش من سنين طويلة جدا، هو إنه أنت بتشوف النهاردة عمرو السولية، بتشوف ديانج، بتشوف حمدي فتحي، حتى مروان عطية اللي انسجم بشكل كبير جدا جدا وهنتكلم عنه أكيد أثناء الحلقة، إزاي تطور الأداء ده بشكل كبير في المساعدة الهجومية، طبعا والمساندة الهجومية بشكل كبير جدا. بيرستاو وهذا التطوير الكبير جدا جدا، التطوير النفسي والمعنوي بداية ثم الأداء داخل الملعب الفني، كهربا وعدته بهذا الشكل، لا في تطوير بشكل رائع جدا جدا. يعني انا شايف ان ده على المستوى الفردي فرق كمان في شكلك وادائك على المستوى الجماعي امام الفرق. شايف ان الحقيقه مستر كولر والجهاز الفني طبعا معاه كابتن سامي قمصان وميشيل يانكون، كل الجهاز الفني كابتن سامي حفيظ على المستوى الاداري بيأدوا اداء رائع جدا. انا شخصيا ممكن اديهم النهارده 9.5 من 10، ان ما كانش 10 من 10 على مستوى النتائج والاداء. اضيف على ده ممكن كمان فكره الناحيه البدنيه طبعا، يعني اعتقد انه السنه دي في احساس انه في طفره على المستوى البدني كنا بنعاني منها في الثلاث موسم الاخير. ده دي حاجه او نقطه تحسب برضو للجهاز الفني من ناحيه الجزئيه الخاصه بالاحمال. اعتقد مع رغم انه الاهلي اكثر الانديه اللي لعبت مباريات، عدد ماتشات الاهلي مقارنه بكل الانديه المصريه السيزون ده في فرق كبير جدا، مش بس على مستوى الكم لكن على مستوى الكيف كمان. حتى الماتشات الزياده دي اللي احنا لعبناها زياده عن بقيه الانديه كانت على سكيل احترافي على مستوى عالي جدا، مواجهات من العيار الثقيل يعني. ورغم كده لعيبه الاهلي يمكن ما زالت واقفه على رجلها، ما تحسش ان الفرقه في اصابات، ما تحسش انه في تراجع للمستوى البدني، رغم انك انت يعني بشكرك. انا يعني مش ناسي ده، ولكن يمكن اثناء الحوار اندريس اندويا طبعا فرق بشكل كبير جدا مخطط احمال النادي الاهلي الفترات الاخيره، وقلنا قد ايه النادي الاهلي في فتره من الفترات او فترات طويله كان بيعاني احيانا من الاصابات الكتيره، خاصه الاصابات العضليه، في ظل ان تلاحم مواسم ومباريات كتير كان في اصابات عضليه كتيره جدا. النهارده الاصابات الحمد لله بشكل كبير، ويا رب يدومها نعمه على لعبتنا، ما فيش اصابات الحمد لله بشكل كبير. النواحي البدنيه الحمد لله وصلنا لتقريبا 8.5 9 من 10، وده معدل هايل جدا جدا جدا. فكل الشكر حال اندرس اندويا في النواحي البدنيه مخطط الاحمال للنادي الاهلي. جزء كمان من الناحيه البدنيه دي هي فكره، ولو ان بشوف حتى ان بالنسبه للجماهير بقت حاله حيره يعني. فكره انه التدوير، انت كل مباراه بتلاقي مستر كولر بيفاجئك باثنين ثلاث اسماء انت ما كنتش تتوقع مختلفين موجودين في التشكيل الاساسي، ومع ذلك الراجل بيدفع بيهم وبتلاقي كله على نفس المستوى. ففكره التدوير اللي بتحصل يعني اذا سمحت لي كنت بسمعها كده مجرد شعار، لكن تدوير فعلي ولاعيب قاعد بره على البنش نفس مستوى اللعيب اللي جوه، مش ما حسيتش بيها، ممكن كانت بتحصل طبعا صحيح، بس ما حسيتش بنفس الفعاليه او نفس التاثير بتاعها زي ما شفتها برده مع مستر كولر. صحيح. وخد مثل لده كهربا، موسم كامل او سنه كامله كهربا بعيد تماما عن المشاركه بشكل اساسي او في المباريات بشكل رسمي يعني مع النادي الاهلي. الحمد لله عودته بالشكل هداف دوري الابطال، هداف دوري الابطال وبالشكل البدني ده الرائع ده، عمليه الريكفري وعمليه الاستشفاء الحقيقه
يعني اداء رائع جدا جدا لمخطط الاحمال في النادي الاهلي، ولازم نشيد بيه وليه دور كبير جدا. انا شايف ان دوره مع مستر كولر الجهاز الفني يعني لا يقل ابدا ابدا عن 50% من اداء لاعبتنا، وحقيقه كل الشكر ليه، لانه ولو استمرينا بالشكل ده في ضغط المباريات الفتره اللي جايه ان شاء الله، اكيد ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يحصل على السبعيه اللي اتفقنا عليها ان شاء الله يا احمد باذن الله. كويس فاكر السبعيه. خليني اقف مع ارقام او نبدا بقى قصه الارقام، ويهمني جدا تعرف قد ايه المشوار الناجح ده وقد ايه انتمائك للنادي الاهلي. الكلام ده مش بس للعيبه اللي موجوده النهارده، او انا بتكلم على حتى الشباب الصغير الناشئين فرق الناشئين، اللعيب اللي ممكن يكون عنده في يوم من الايام فرصه انه يرتدي تيشرت النادي الاهلي. ازاي ده المشوار ده والنجاحات دي بتساهم في زياده القيمه السوقيه للاعبين؟ تعالوا نشوف. تعالى اشرف يلا بينا. طبعا مشاهدي السادسه نبص على ارتفاع القيمه السوقيه للاعيب النادي الاهلي في السنه دي طبعا بعد مشوارهم الناجح في دوري الابطال. نتكلم على ارقام ارتفعت بنسب قياسيه، يعني دي بعض الاسماء واللعيبه اللي زادت القيمه التسويقيه بتاعتهم. نتكلم على لعيبه زادت قيمتها التسويقيه زي منع مثلا، الموسم ده زياده في القيمه التسويقيه 66%. كريستو وان كان لسه يعني في الخطوات الاولى يعني ما شاركش، بس في النهايه هو تحت الامبريلا، هو تحت اسم النادي الاهلي وبالتالي بس مجرد انك تبقى لاعب في النادي الاهلي زادت قيمة التسويقيه بتاعته بنسبه 100% من غير ما يلعب، يعني من غير ما يشاركش لسه بشكل كبير، يعني ما كانش ليه التاثير الكبير يعني. عبد القادر نفس الحكايه، فديانج نفس الحكايه، طبعًا كان ديانج الحقيقه طبعا قيمه كبيره جدا، لكن يظل حمدي فتحي طبعا كمان. حمدي فتحي بالظبط كده. فمهم جدا برضه القيمه التسويقيه بتزيد كل ما بتشارك في بطولات وبتفوز بيها. النادي الاهلي الحمد لله محليا افريقيا عالميا على مستوى كاس العالم للانديه الحمد لله متفوق بشكل كبير جدا، وده بيدي لك مساحه للرؤيه. الناس بتشوف بتقدر تقدر بشكل جيد مدى امكانياتك ومساعدتك او مساندتك لفريقك في حصد البطولات، وبالتالي القيمه التسويقيه بتاعتك بتزيد. مشاركتك كمان مع منتخبات بلادك، احنا الحمد لله بيرستاو انضم لمنتخب جنوب افريقيا رجع مره ثانيه، ديانج نفس الكلام، علي معلول الحمد لله موجود مع منتخب تونس، وبالتالي انت حتى الافارقه الموجودين عندك الحمد لله بقى بيشاركوا بشكل كبير مع منتخباتهم، القيمه التسويقيه بتاعتهم بتعلى. لا يعني النادي الاهلي الحمد لله بيفرق. كريستو قندوسي برضه يعتبر لاعب دولي طبعا طبعا، قندوسي حتى على مستوى المدربين احمد كمان، انت يعني قيس كده كل المدربين اللي تولوا مسؤوليه النادي الاهلي ومسؤوليه الاداره الفنيه للنادي الاهلي، هتلاقي انه اسمائهم قبل توليهم مسؤوليه النادي الاهلي اختلفت تماما عن بعد توليهم النادي الاهلي، فبالتالي النادي الاهلي بيفرق كتير جدا جدا مع كل الاسماء اللي بتتواجد داخل الامبريلا زي ما بتقول. طيب هكمل معاك مشوار الاهلي في افريقيا بالارقام، عايز اقف معاك مع شويه احصائيات كده، وده اللي كنت بكلم حضراتكم في النهايه. لما تيجي تقيم القصه مش قصه اجتهاد شخصي او قصه راي شخصي، رايك الشخصي لا يعنيني في الشيء، وللاسف شديد بيتدخل فيه عندنا في مصر قصه حسابات كتيره جدا بعيده كل البعد عن كرة القدم وعن التقييم الموضوعي لكرة القدم. لكن ما اجي اقيم مشوار النادي الاهلي، حتى اشرف لما كان بيتكلم النهارده على فكره دور المجموعات وفكره مستوى الاهلي في النوك اوت او في المرحله الاقصائيه، طبعا شتان الفارق، انت هنا بتلعب مع الرجاء والترجي والاثنين فرقتين عندهم طموح في ان هم ينافسوا على اللقب او يوصلوا للمباراه النهائيه، ومباريات فاصله يعني ما فيش فرصه للتعويض فيها، فمستوى المباريات ومستوى المنافس اصعب بكتير جدا من ماتشات بتلعب في دور المجموعات. ورغم كده الاهلي تفوق، سجل 5 اهداف، ما استقبلش ولا هدف، ويتبقى له خطوه وحيده عن المباراه النهائيه. لكن على مستوى المشوار بقى لما نيجي نشوف الارقام، وانا عارف ان كل الناس بتقول نسخه ماميلودي سان داونز وفريق لا يقهر وفريق بيقدم كوره، فريق محترم ما فيش نقاش، بيلعب كوره محترم ما فيش نقاش، لكن على مستوى الارقام الاهلي فارق كتير جدا عن كل الانديه المشاركه. تعالوا نشوف ونستعرض معاكم ارقام الاهلي ولاعبي الاهلي في مشوارهم في دوري ابطال افريقيا.
طيب نبدا الاول بنسبه دقه التمرير في الصداره ماماليدي سان داونز بنسبه 493. ده طبعا متوسط عدد التمريرات في المباراه الواحده. الاهلي بيجي في المرتبه الثانيه برصيد 397 تمريره. الترجي التونسي في المركز الثالث 393 تمرير. ده الباصات القصيره يعني. نروح معاك معايا للونج باسز. لا خلينا نرجع لونج باسز بس الاول. التمريرات الطوليه يعني. رجاء في المركز الاول، الاهلي في المركز الثاني، ثم الوداد في المركز الثالث، والاهلي ايضا حاضر. الاهلي حاضر الحمد لله في في, في يعني شوف الكرات الطويله. اتفضل خلاص نكمل معاك بعدين. عليها اوكي في الاخر. اوكي يلا تمام نروح لبعد كده. طبعا شوت سون تارجت تمام. اعتقد انا مش شايف قوي الحقيقه. ممكن تقرا انت حاجه بعيد عن شويه. سفيان جديده في فريق الرجاء المغربي. ومكابي ليليبو في الهلال وكهرباء. ومحمود كهربا في المركز الثالث تمام. 1.7 في المباراه. دول اللاعبين طبعا متوسط تسديدات اللاعبين طوال 90 دقيقه. اللي بعدها الجولز بير متوسط تسديد اهداف في المباراه الواحده. كهربا في المركز الاول مظبوط 1.18 هدف في المباراه الواحده. طبعا يعني كهربا فارق كتير جدا الحقيقه من اللي فضل في الافريقيا. كلين شيت كمان عندنا الشناوي الحمد لله في المركز الأول. خمس ماتشات كلين شيت. طبعا الكسيس جندوز ومعز بن شريفيه حارس الترجي في المركز الثاني والثالث. صناعه الفرص طيب دي ال دقه التمريرات الطوليه في 90 دقيقه. غيلان الشعلالي طبعا واحد من اهم لاعيبه الترجي صحيح في الفتره اللي فاتت. وخدوا بالكم ويمكن ده هنحاول نعرفه النهارده. الترجي غاب عنه ثلاث لعيبه حقيقي مؤثرين جدا. حمدو الهوني، غيلان الشعلالي، ورياض اعتقد بن شريفيه. طبعا بن شريفيه وكمان رياض بن عياد كمان من الناس اللي طبعا دول يعني. التمريرات الطوليه السوليه كان واحد من السوليه طبعا لاعب الاهلي حاضر في الـ في الـ في القائمه في المركز الثاني. 6.7 تمريره في المباراه. احنا بنتكلم على مش اي تمريره طوليه، بنتكلم على التمريرات الطوليه دقيقه. الفرص الكبرى او الفرص المؤكده او صناعه الفرص المؤكده، جريدي طبعا في المقدمه، ثم بيترو اتلتيكو، وبعد كده علي معلول باربع صناعات اربع فرص مؤكده، ثم بيرسي تاو. الاهلي حاضر في القائمه دي علي معلول. اثنين لعيبه هو الحقيقه يمكن ابرز الحضور للاعيبه الاهلي عموما هنشوفهم معلول وتاو وكهرباء. هم يمكن ارقامهم الحقيقه مهمه جدا مع الاهلي. دي الاهداف وصناعه الاهداف الاثنين مع بعض. بيرستاو ثمانية في المقدمة، ثم حمزة خابة. حمزة خابة لاعب طبعا الرجاء المغربي مسجل 5 وعامل صانع هدف. والثالث محمود كهربا مسجل 5 أيضا وصانع هدف، لكن بيرسي تاو في المقدمة. وهنا القائمة دي صناعة والتسجيل. بيرسي تاو اثنين لعيبة من الأهلي، بيرسي تاو وكهربا من خط الهجوم. طيب الفريق صاحب القدرة الأكبر على خلق فرص مؤكدة. الأهلي في الصدارة 17 فرصة مؤكدة طوال مشوار. ماماليدي سان داونز في المركز الثاني 15، ورجاء كازابلانكا ورجاء أعتقد دي هتبقى مفاجأة لبعض ناس كتير ممكن تتخيل بعض اللاعبين سان داونز صحيح الصدارة. لأنه فعلا بيوصل كتير، يمكن تمريراته في وسط الملعب كتيرة جدا جدا أي. فتدي لك إيحاء إنه بيوصل بعدد أكبر من صحيح من هو عنده قصة يمكن النقطة الواضحة الاستحواذ بشكل كبير جدا. دي من أهم مميزات لكن ترجمة الاستحواذ لفرص وأهداف لخطورة وفعالية الحمد لله للأهلي حتى على مستوى التسجيل. احنا بنتكلم على فرص مؤكده، لكن حتى لما تشوف على مستوى الاهداف هتلاقي انه الاهلي صاحب الفريق الاكثر قوه او غزاره تهديفيه. صحيح. خلي بالك الرجاء كمان موجود في كل يعني الرجاء لاعيبته ونادي الرجاء نفسه موجودين في كل الاحصائيات. لكن واحد من افضل على مستوى دور المجموعات هو افضل صحيح. فريق على مستوى النتائج صحيح. هو فريق رجاء البيضاء. عشان كده بنقول النادي الاهلي ادى المباراتين بتوع الرجاء افضل مستويات بدنيه. صناعه وفنية. الاهداف بقى دي صناعه اهداف فقط لا غير. علي معلول صداره 5، ثم بيرسي تاو 4، ثم يوسف العوافي بثلاث صناعات او ثلاث اسيستات في المركز الثالث. طب احنا بنتكلم على 5 و5 هنا طبعا هدافين البطوله لغايه دلوقتي.
كهربا. منهم طبعا اثنين ما زالوا مستمرين في البطوله، وحمزه خبا لاعب الرجاء خلاص، بما ان الرجاء خرج خلاص ما عندوش فرصه. لكن عندنا بيرسيت او عندنا كهربا وشالويلي موجودين اصلا. دي تشكيله مثاليه لافريقيا في الدور في نصف النهائي. دي عندنا خمس لاعبين الحمد لله من لاعبي النادي الاهلي موجودين. خلي بالك في الفترات اللي فاتت كلها كانوا موجودين. نص الفرقه وكمان في كل يعني في كل الخطوط، يعني بتكلم من حراسه المرمى للخط الدفاع لخط الوسط للمهاجمين، وبالتالي الحمد لله انت عندك افضليه في كل الاماكن في هو فرصه تاو كهربا في خط الهجوم وشناوي في حراسه المرمى وياسر ابراهيم وعلي معلول، دول الخمسه اللي تم يعني الجناحين. لو بتكلم عن الجناح برضو شويه ممكن يدخل في تشكيله وسط الملعب برضو، يعني لو بيرستاو حطيناه في خط الهجومي وخط وسط يمشي الاثنين الحقيقه، ماشي بشكل جيد مع والحقيقه انا ممكن احط حمدي فتحي ومروان عطيه وديانج في نص الملعب وانا مطمن جدا، لان الحقيقه الثلاثه ممكن نحط تشكيله الاساسيه للنادي الاهلي. فريق النادي الاهلي الفترات اللي فاتت الحقيقه ماشي بشكل كبير جدا مميز يعني. صحيح. اروح معاك لماتش الترجي. ماتش الترجي اللي جاي من زاويه الجمهور او من وجهه نظر الجمهور، الاهلي خلاص في النهائي والمباراه بمثابه ايه كرنفال نحتفل بيه ونستقبل الترجي بشكل كويس عندنا في ملعبنا في القاهره ونزود الغله ونستنى بقى مين الوداد ولا سان داونز. ووجهه نظر ثانيه تقول لك انه الترجي فريق كبير، فريق جريح، ودايما دايما الفريق اللي عنده شخصيه البطل، الفريق اللي دايما متعود على تحقيق لقب بطوله لما يعني بيمر بعثرة او بكبوه شديده جدا بيقوم منها عشان يرد اعتباره ويرد كرامته. فبالتالي في ناس كتير جدا عامله حساب لمباراه الترجي وشايفه انه المباراه هتكون صعبه مش سهله زي ما اغلب الجمهور متوقع. طيب خليني اكلمك عن فكر النادي الاهلي في انه صفحه وقفلناها وده شوط. الشوط احنا لسه لعبنا شوط ولسه الشوط الثاني ان شاء الله عندنا هنا باذن الله يوم الجمعه. الصفحه ما اتقفلتش لانه التركيز بياخد من مباراه الاخرى الاسبوع ده بالكامل. النادي الاهلي مركز بشكل كبير في مباراه العوده. الترجي طبعا فريق كبير جدا جدا، عنده بعض اللاعبين اعتقد ممكن بعض منهم يعود في المباراه اللي جايه. انا دايما في المباراه الخارج ملعبنا بكون مش قلقان بشكل كبير لان الضغط النفسي والعصبي الاكبر بيكون على صاحب الملعب اكتر. ولكن النتيجه كبيره، يعني نتيجه الحمد لله نتيجه المباراه هناك ثلاث اهداف كبيره جدا وكتيره جدا. وخلي بالك الترجي دايما احنا لعبنا تقريبا 23 مباراه على مستوى البطولات، تقريبا 20 او 21 مباراه في دوري ابطال افريقيا امام الترجي. احنا كسبنا 11 مباراه بالمباراه اللي فاتت، 8 تعادلات واربعه فوز للترجي. ده معناه ان انت الحمد لله متفوق كبير، في تفوق كبير جدا جدا على مستوى النتائج امام الترجي التونسي. على مستوى النفسي ودي نقطة مهمة جدا يا احمد، انك لما بتلعب فرقة، يعني انا اكلمك عن نفسي شخصيا لما كنت بلعب امام فرق معينة لا داعي لذكر اسمها، انا ببقى بلعب او بحضر المباراة دي عامل حسابي خلاص انا هجيب جول واثنين وثلاثة. فالمستوى النفسي او المستوى النفسي الحمد لله الاهلي متفوق على الرجاء في الحتة دي. حتى لاعبي الترجي لما بيجوا هنا او الترجي لما بيلعبوا النادي الاهلي بيبقى عندهم شوية عدم ثقة أو خوف وتخوف، ودي بتدي عدم ثقة كبيرة جدا في الملعب على مستوى الأداء. طيب في فرق لما بتيجي تقابل الأهلي كتير بتخاف. خليني أكلمك طبعا بتخاف وده طبيعي وموجود في كرة القدم في كل حتة في العالم. في هيبة طبعا، هيبة الكبير صحيح. يعني على مستوى النتيجة الحمد لله النتيجة كبيرة جدا، واعتقد انه انا كنت متخوف شوية هناك بس على مستوى انه ممكن يحرزوا فينا اهداف، ولكن الحمد لله على المستوى الهجومي الحمد لله النادي الاهلي قدر يحرز ثلاث اهداف ودي نتيجة كبيرة جدا. هنا انت بتتكلم في انه جريح وانه بعض اللاعبين هيعودوا صحيح، ولكن نقطة مهمة جدا وممكن يبقى فكرة انه يعني ممكن انا كلاعب وانت برضه ممكن تتكلم عن ده اكتر، انا كلاعب انا جاي وانا عارف ان انا بره النهائي، بس انا جاي ارد اعتباري، جاي اقول انه لا الترجي فريق كبير وجاي يكسب الاهلي حتى لو كسبت 1-0. فاهم قصدي ايه؟ ودايما بقول دايما في الماتشات اللي من النوع ده اللي انت بتخشها كده وتحس انك كجمهور حاطط رجل على رجل، في كره القدم محدش ممكن يضمن ايه اللي ممكن يحصل، بتبقى متخوف. يعني غلطة حكم لا قدر الله، طرد لاعب، بنشوف سيناريوهات ماتشات
في نفس الماتش، انا مش بكلمك على ماتش وماتش ذهاب وعوده، كاك في نفس الماتش، ماتش تبقى فرقه راكبه وخلاص الشوط الاول مثلا بسكور كبير ويحصل حاجه الشوط الثاني تلاقي الماتش اتقلب تغير السكه. طيب الترجي كمان غير المدرب اعتقد انيس البوسعيدي يعني هو المدرب، هو نبيل معلول مساعد المدرب، كمل اعمل ايه مساعد المدرب. خلي بالك وقبل المباراه كمان، قبل مباراه النادي الاهلي اعتقد كان في كلام كبير انه ممكن يرحل عن الفريق يعني، ولكن كمل المباراه والنتيجه كانت كبيره والحقيقه يعني تم اقالته رغم انه مدرب من المدربين الكبار في افريقيا طبعًا يعني. طبعا طبعا الخساره قاسيه جدا، قاسيه جدا، قاسيه قاسي على نبيل معلول نفسه. صحيح طبعا صحيح يعني فكره انك تستقبل ثلاثه من الاهلي في ملعبك وفي يعني في نصف نهائي افريقيا، وخلي بالك هم كان عندهم امل كبير جدا ان هم يكملوا المشوار في افريقيا لانه الدوري اعتقد كمان بعيد عنهم الموسم ده. فيعني هم قبل الاهلي على طول كانوا خسرانين من افريقيا والصفاقس. افريقيا والصفاقس مظبوط. لو فاكر اتكلمنا هنا قبل المباراه الترجي وقلنا ان عندهم كوارث في النواحي الدفاعيه الترجي على كل المستويات، مستوى الرقابه والتمركز وحتى التوازن الدفاعي اللي كان موجود بين يعني في ثغرات كبيره جدا جدا في خط دفاع الترجي التونسي. وبالتالي في مباراه انت محتاج فيها انك تخرج بنتيجه فوز هنا امام النادي الاهلي، بالتاكيد هتكون خطوطك مفتوحه بالتاكيد، لا خلاف على ده، لانك عايز تعوض النتيجه الكبيره خساره 3 اهداف عشان تقدر توصل للثلاث اهداف دول، هيبقى عندك اندفاعات هجوميه كبيره جدا هتدي لك مساحات كبيره جدا للنادي الاهلي. والحمد لله الفترات الاخيره كل لاعبتنا على المستوى الهجومي عندهم الحمد لله بشكل كبير جدا 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 تفوق كبير في الفترات الاخيره، حتى حسب الاحصائيات اللي اتكلمنا عنها احمد في المستوى على المستوى الهجومي، بنتكلم عن كهربا، عن بيرستاو، عن السوليه، عن مروان، حتى مروان عطيه، ديانج في المسانده الهجوميه، احمد عبد القادر الفترات الاخيره والمباراه الاخيره كان انطلاقاته مهمه جدا جدا، وبالتالي هيبقى في مساحات كبيره جدا في خطوط دفاعاتهم. وانا بقول لك انه انا مطمن بشكل كبير جدا مش بس عشان مستوى النتيجه، ولكن انا حتى في مباراه الترجي هناك كنت بقول لك انه خطوط دفاعات الترجي التونسي فيها مشاكل كبيره جدا، وهنقدر نحرز اهداف هناك والحمد لله قدرنا نحرز 3 اهداف، وبالتالي المباراه هنا محتاجه بس التركيز، وده الحمد لله بشكل كبير جدا بطمن جماهيرنا انه لعبتنا والنادي الاهلي اتعود انه بياخد كل مباراه على حده، يعني احنا داخلين المباراه دي التعادل السلبي 0-0، وبالتالي التركيز بيكون اكبر، النادي الاهلي هيلعب على الفوز مش بس علشان طبعا يتخطى هذه المباراه، وده بيدي الحمد لله ارتاحيه كبيره جدا في المباراه، وان شاء الله ان شاء الله نخرج بنتيجه باذن الله مميزه امام الترجي ان شاء الله. نقطه من يعني انت بتتكلم على مصادر الخطوره في الاهلي، على تالق كهربا، على تالق بيرسيتاو، حتى علي معلول النهارده مساهمته الهجوميه كصناعه وتسجيل هو افضل الافضل في مميزه جدا طبعا. ان لو تفتكر ويمكن انا حتى وانت يعني كنا بنتكلم في ده ومصر كلها كانت بتتكلم في ده، انه الاهلي بيعاني هجوميه وانه الاهلي في حاجه الى راس حربه وانه الاهلي فكره فعاليته في ترجمه الفرص اللي بيعملها على مدار المباراه قليله جدا، بيتهيألي دي واحده من الحاجات اللي كولر ما خدش كريدت عليها، يعني الناس ما قالتش والله كولر عالج المشكله دي رغم انه لم يوفق والاهلي حاول او اداره الاهلي حاولت في توقيت كان صعب او ظروف كانت صعبه انها تجيب مهاجم، ولكن قدر كولر ان هو يتجاوز ده ويخلي الاهلي مميز جدا هجوميا، وما بقتش الناس اساسا بتتكلم في الموضوع ده خلاص. صحيح صحيح، معالجه في توقيت مناسب جدا، الكل طالب وانا واحد منهم ان يكون عندنا مهاجم بشكل وأنا كبير معاكم. طبعا مهاجم ما فيش خلاف، انا ما زلت وانا ما زلت بقول ده، انت محتاج في النادي الاهلي فعلا مهاجم صريح وبمواصفات خاصه، مواصفات معينه تقدر من خلاله انك تترجم انت ممكن توصل في مباراه 3-4 فرص بالكتير مش كده، وارد في بعض المباريات، وبالتالي الفرصه خلاص يعني لو ما قدرتش تحققها انت ممكن تخسر مباراه وممكن تخرج من بطوله. الترجي ده كان ممكن يوصل 7-8 وكان ممكن يوصل 6-7 مرتاح يعني. ما عليك من المباريات اللي بتوصل فيها كتير دي وبتحرز اهداف، ولكن في مباراه فرصه، مباراه تخسرك، مباراه بتخسرك بطوله صح او تخرجك بره بطوله، انت محتاج ده. كهربا الحمد لله الفترات اللي فاتت يعني فوقان كبير جدا، فرق مع النادي الاهلي في الناحيه الهجوميه وفي احراز الاهداف وصناعه الفرص بشكل رائع جدا. محمد شريف كمان مش عايزين ننسى دوره في فتره من الفترات كان متالق مع النادي الاهلي،
الخطوط الخلف المهاجمين بيرستاو واحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر فتره من الفترات حسين الشحات، الخطوط دي فرقت كتير جدا جدا الحقيقه مع في الناحيه الهجوميه. ما زلت بقول انت محتاج مهاجم قوي صحيح، ولكن مستر كولر والجهاز الفني انا مع بضم صوتك كبير جدا انه عالج ده بشكل كبير في توقيت مناسب. انت فعلا كان عندك ازمه وازمه كبيره جدا في الناحيه الهجوميه، عوده كهربا وفوقان الخط الهجومي حسين الشحات احمد عبد القادر طاهر محمد طاهر قبل الاصابه، فوقان الجزء ده او الناحيه الهجوميه دي اللاعبين في الناحيه الهجوميه دي فرقت كتير جدا جدا مع النادي الاهلي. ولكن ما زلت بقول طبعا النادي الاهلي محتاج مهاجم او اتنين كمان بشكل كبير جدا في الفترات اللي جايه. بيفرق فكره انه لما يكون اللي وراك على الدكه بيبقى قريب منك او في نفس المستوى، فبالتالي ده بيخليك تخش بيزقك دايما بيخليك دايما دايما في تركيز كبير مش بس على مستوى التدريب، لكن بتبقى حريص على كل فرصه بتجيلك، بتبقى حريص. بس بالمناسبه اختاروا الهدف بتاع الهدف الثاني الافضل في الافضل مميز جدا يعني. شوف انا دايما بقول ان المدرب مش بس نواحي تدريبيه وخططيه، لا المدرب بيفرق كتير جدا من النواحي النفسيه. انه اقدر ارجع اللاعب ده ارجع له ثقته في نفسه وثقته في ادائه، وبالشكل الكبير جدا ده انا شايف حقيقه مستر كوره والكابتن سامي قمصان والجهاز الفني بالكامل وبالتاكيد كابتن حفيظ كمان والجلسات اللي بيعملها مع اللاعبين فرقت بنسبه 100% مع الاسماء اللي اتكلمنا عنها كتير، يعني اذا كان بيرستاو وكهربا احمد عبد القادر حسين شحات. خلي بالك حسين شحات كان في فتره فيها دروب في ادائه، الفوقان بالشكل الكبير جدا. مفيش حد يعني مفيش حد من خط هجوم النادي الاهلي خلينا نتكلم على السيزون ده ما عداش عليه دروب. صحيح يعني كل اللاعبين خلي بالك كل الخطوط يعني خلينا نتكلم بثقه، يعني بيرستاو كان عنده دروب كبير جدا وكان بالنسبه للجمهور في وقت من الاوقات الاصابات كمان كبيره جدا. اصابات كتيره جدا انا قلت خلاص بيرستاو رحل عن النادي الاهلي لانه اصاباته كانت متكرره وكتيره. عبد القادر نفس القصه، شريف نفس القصه، شحات نفس القصه، مفيش حد ما حصلوش دروب. والحقيقه انه يعني هو اتعامل مع كله في نفس الوقت، يعني انت بتتعامل مع خط كامل انك ترجع له ثقته في نفسه، انك تطلع افضل ما عنده كله. الحقيقه النهارده لما يعني لو قدامك 10 اهلاويه قلت لهم مين هيلعب ماتش الترجي الجاي تحط مين خط هجوم، انت ممكن تختار اي اثنين، هتلاقي كل واحد بيقول لك تركيبه يعني ممكن تختار اي ثلاثه ممكن يشاركوا. صحيح يعني صحيح. مع فكره انك بمناسبه التدوير ومناسبه الماتش اللي جاي، هل شايف مع فكره انه احافظ على السكواد الاساسي اللي لعب حتى الماتش اللي فات او اللي بفكر وراهن عليه ان شاء الله لو ربنا اكرمنا في الوصول للمباراه النهائيه، ولا ده ان الاوان ان انا اريح عناصر كتير وادخل عناصر تانية يحط رجلهم في الملعب يلعبوا ماتشات صعبه؟ طيب انا مع الاستقرار او يعني يبقى عندك تشكيله بشكل او باخر تقدر تعتمد عليها في ثبات التشكيل، ولكن التدوير في النادي الاهلي الحمد لله بنسبه كبيره جدا جدا مش فارق مين يشارك لان الحمد لله المستويات متقاربه جدا. في ميزه كبيره جدا جدا عند النادي الاهلي دلوقتي والحمد لله دي باقدام رجالتنا باقدام لاعبتنا، انه عندك ارتياحيه في مباريات الدوري. الثلاث مباريات اللي هنلعبهم ما بعد مباراه الترجي ام بي اعتقد وسيراميكا ومش فاكر الفرقه الثالثه مين، عندك ارتياحيه الحمد لله، انت عندك متفوق في عدد النقاط وعندك مباريات لسه أنت مؤجله فارق الحمد لله. الدوري السنه دي ممكن تخلصه بدري الحمد لله ان شاء الله يعني. باذن الله ففي فرصه عندك لاراحه لاعبين كتير، ولكن انا شايف ان مباراه الترجي لازم ان شاء الله يلعب بنفس التشكيل اللي موجود لانه مين نتمنى تشوفه في ماتش الترجي؟ انا نفسي اشوف القندوسي، نفسي اشوف كريستو، يعني نفسي يعني انا متوقع ان شاء الله انه هيفرق كتير جدا ان شاء الله مع النادي الاهلي. يعني هي لسه رؤيه مستر كولر يعني مش متخيل قد ايه هو لسه بعيد، ولكن انا اتمنى اشوفه لانه لاعب مميز جدا على المستوى المهاري واعتقد انه هيزيد جدا بالمشاركه مع النادي الاهلي. هو بدلك بس انه في الوقت اللي كان متوهج فيه مع تونس أفريقية مع منتخب بلده صحيح، وكانت فرصة أنه غالبا يعني ده قرايتي أنا دي مش معلومة ده يعني ظني يعني أنه كولر قال لك والله الولد ده اللي قاد منتخب تونس للأداء الرائع ده ياخد فرصة، فلما ابتدى ياخد الفرصة جات له الإصابة فبدلك للأسف يعني. للأسف لكن هو رايح مع تونس طبعا كاس عالم إن شاء الله. يعني الاثنين دول تحديدا نفسي إن شاء الله يشاركوا الفترات اللي جاية لأن هم الحقيقة مهاريين وهيفرقوا مع النادي الأهلي خاصة في عملية الأداء الجماعي اللي موجود دلوقتي والانسجام اللي موجود بشكل كبير. عملية الاستحواذ خلي بالك احنا في فترة من الفترات
مستر كولر كان بيسيب دايما الاستحواذ للفرقه الاخرى. النهارده الحمد لله بنسبه كبيره جدا النادي الاهلي بيستحوذ في وسط الملعب على او الاداء الجماعي بشكل كبير بقى رائع جدا الفترات اللي فاتت، واعتقد ان اللاعبين المهارين هيكون ليهم دور كبير جدا الفتره اللي جايه ان شاء الله مع النادي الاهلي. يمكن من حسن الحظ انه مشوارنا في البطوله مع مستر كولر، وخدوا بالكم كولر ما فيش اي سابقه اعمال او سابقه خبره يعني في كره القدم في افريقيا، فالمشوار بتاعنا كان صعب ومتنوع ما بين فرق كبيره في قاره افريقيا زي سان داونز مثلا في دور مجموعات، وما بين فرق اصحاب تاريخ وجماهيريه ومن مدرسه شمال افريقيا زي الرجاء والترجي، وما بين فرق ممكن تبقى على ملعبها الى نوع الى حد كبير حتى لو ما كانتش اصحاب القاب او بطولات لكنها تظل فرق صعبه زي مثلا الهلال السوداني. كولر لف ودار وشاف واتفرج وعارف يعني ايه كره افريقيه بسرعه جدا، وده يمكن يبقى مفيد جدا في اللي جاي. يعني يمكن من حسن الطالع انه سان داونز جه في طريقنا في دور المجموعات عشان مستر كولر ياخد التجربه ويتعرف على الفريق فعليا في ارض الملعب، لانه من الوارد جدا في احتمال انه يكون معانا في النهائي. طب الناحيه الثانيه ايه القصه الوداد وسان داونز؟ هسمع راي كابتن اشرف بس بعد الفاصل. طيب قبل ما اتكلم على المواجهه الثانيه واسمع راي اشرف في قصه الوداد والسان داونز ومين الافضل من وجهه نظره ومين اللي حظوظه اقرب للتاهل، لان احنا في الجزئيه دي يمكن مختلفين شويه، بس خلينا الاول نروح لتونس. معانا الاستاذ محمد فهمي سعيد الصحفي براديو ام اف ام التونسي، ضيف معانا طبعا من خلال المكالمه الهاتفيه، هيكون معانا نعرف منه اخبار المواجهه ورؤيه اشقائنا في تونس للمواجهه بين الكبيرين. يظل الحقيقه الاهلي والترجي اثنين من اكبر انديه القاره الافريقيه ومواجهتهم دايما تحت المنظار زي ما بيقولوا. استاذ محمد مساء الخير. مساء الفل كابتن احمد، مساء الفل كل من يتابعنا على قناه الاهلي وشكرا على الدعوه. اهلا وسهلا بيك. بدايه خليني اروح للقاء الذهاب قبل ما اروح للقاء العوده، يعني ردود الافعال، وانا عارف طبعا انه يعني في ردود الافعال على كل المستويات، على المستوى الاعلامي، على مستوى الجماهير، حتى على مستوى اداره الترجي التونسي. ازاي شفتوا الخساره بثلاثيه، وايه هي فرص وحظوظ اشقائنا في تونس والترجي وهو جاي القاهره طبعا، والاهلي بيستعد لاستقبال بعثه الترجي في مواجهه الجمعه المقبله؟ خلينا نبدا لك اول حاجه بالمواجهه وردود الافعال، خاصه كانت سلبيه من الجميع سواء صحفيين اعلاميين او حتى جماهير الترجي واداره النادي. حقيقه صحيح انه النادي يعيش فتره صعبه جدا، ونظرا لعديد العوامل من ابرزها عدم قيام بالانتدابات وتقطيع عدد اللاعبين المهمين والاصابات، ممكن كيف غياب الجماهير على المقابله، ولكن لم ولا شخص اتوقع انه يشاهد الترجي بالوجه هذا بدل الاهلي. يعني شاهدنا حقيقه فريق شبح للترجي، يعني الترجي وتاريخه في المسابقه في الشامبيونز ليج، يعني كانه نساوا اللاعبين، يعني ما كانش مروح حقيقه. شخصيا ما توقعت اني نشوف الترجي بالوجه هذا رغم كل شيء حكيت لك عليه. يعني ما شفناش اي رياكشن من اللاعبين، شفناش اي بوادر انه يحاولوا انهم يصلحوا في المقابله او انهم يعودوا في المقابله ضد منافس حقيقه لازم النادي الاهلي اللي كان منظم برشا في على جميع الاصعده، وهذا اللي خلى المدرب بالمعلوم ما يلقاش حتى حل. كما قلت لك الاصابات اسمح لي استاذ محمد، يعني انا بعتقد انه الترجي واحد من اكبر انديه القاره، وما اعتقدش حتى انه غياب لاعبين بحجم وبقيمه حمد الهوني او الشعلالي او بن شريفيه تؤثر بهذا الشكل على فريق بحجم واسم نادي الترجي. صحيح النادي نقولوا النادي الكبير ما يوقفش على حتى لاعب، ولكن لما تقع لاعبين كوادر يغيبوا لك ما تقعش على ارضيه الميدان، كل لاعب تقع على ارضيه الميدان لاعب فقط يعني متوج بدوري الابطال اللي هو فوسيني كوليبالي، يعني مع لاعبين جدد ما تحطوش وضعيه كيما هكا، كيف باش يكون صعب جدا على الفريق ولا لاعبين انه باش يكونوا في يومهم او حتى يحاولوا ينجحوا في النتيجه. انا كيما قلت لك الفريق الكبير ما يوقفش على حتى لاعب، لكن كيف هيرو نحكينا عليهم بقى نمتوجوا بدوري الابطال، بقى انهم تحطوا في وضعيات صعبه عشان النادي في وقت الاوقات،
يعني دورهم كان مهم، وخاصه الحارس معز بن شريفيه. يعني طب ده فيما يتعلق باللاعبين، طب ازاي بتشوف او ازاي استقبلتوا خبر استقاله نبيل معلول؟ هل ده امر متوقع بعد الخساره من الاهلي بثلاثيه في دور قبل نهائي بطوله دوري الابطال، ولا الخبر كان او الاستقاله ما كانتش في التوقيت المناسب، وخصوصا انه الترجي مقبل على مباراه اصعب من المباراه اللي خاضها في تونس مع الاهلي هنا في القاهره؟ هو كل واحد كيفاش يشوف التوقيت نتاع الاستقاله نتاع نبيل معلول. جماهير الترجي شافتها انه حان الوقت لخروج معلول من اسوار النادي. كيف كيف بعض الاعلاميين شافوا انه خلاص يعني معلول ما عاد عنده ما يقدم حتى اثاثا للنادي. لكن شخصيا وهذا موقفي الشخصي، شوف انه نبيل معلول كان من المفروض انه يغادر الترجي منذ نهايه المرحله الاولى من البطوله. خاصه انه الترجي عاش مقابلات، خاض مقابلات سيئه جدا في دوري الابطال، نحكي يعني حتى في المقابلات الاخيره في مرحله المجموعات. الترجي ما قدمش مقابله كبيره في الدوري اللي استحق الدوري هذا بشباب القبائل، وشفنا انه شباب القبائل حاجه الترجي في تونس خاصه ممكن ياخذوا ثلاثة تأهل. معلول حقيقه ما لم يقدم اي اضافه للفريق، يعني معلول اللي نشوفه شخصيا انه يتحمل مسؤوليه كبيره في النسخه هذه السيئه للترجي. معلول لم يقم باي انتداب في المركز الشتوي رغم توفر السنين الممتازه في السوق التونسيه المحليه. معلول قام باخراج عدد اللاعبين يمكن نجم نقدموا اضافه للترجي واعطاهم الانديه الاخرى. معلول ما قامش باي انتداب في المركز الشتوي كما قلت لك، وتعلل بانه هذا البشري الحالي يكفي للتشامبيونز ليج وللبطوله وهذا ليس العكس نتاعو. معلول يتحمل مسؤوليته في الاختيارات باقصاء للاعبين معناتها نقولوا احنا رجعهم في الفتره هذه وهم بعاد على المنافسه، خاصه لما نحكي على رشاد العساوي او انيس البدري اللي غاب مده كبيره على الترجي. طب كفايه على الكابتن نبيل معلول لغايه كده، خليني اخدك لماتش الجمعه. هل متوقع عوده اسماء كانت غايبه عن المواجهه الاولى؟ هل متوقع عوده يعني اسماء من المصابين اللي غابوا عن مشاركه الترجي في المباراه الذهاب؟ لا، هو نفس الاسماء اللي غابت في مقابله الذهاب هي تكون غابت في مقابله الاياب، يعني كل نفس الفريق مش تحاول القاها، فقط مش يكون غياب رائد بوشنيبر باش يكون عضو المنتخب التونسي الاواسط. في المقابل ستشهد التشكيله تواجد غاسم الوهابي رغم انه موجود باش يكون عضو المنتخب، لكن وقع الاتفاق بين الترجي والجامعه التونسيه انه يكون عضو الترجي في المواجهه. طيب ايه المطلوب من الترجي في ماتش يعني هل مطلوب من الترجي الدفاع عن حظوظه في التاهل، وهل بيرى التوانسه انه ما زالت هناك حظوظ للترجي في التاهل امام الاهلي في القاهره، ولا المطلوب هو رد اعتبار، ولا المطلوب هو انه ما يرجعش من القاهره بهزيمه قد تزيد من معاناته في ما هو قادم؟ يعني انت هيك يبدو انك جاوبت على السؤال يعني وحدك ده انا بديك الخيارات والاجابه على مسؤوليتك. لا ممتاز ديما الاجابه على مسؤوليتي. شخصيا نشوف انه شخصيا في كره القدم وقاموس كره القدم لا يوجد كلمه مستحيل، يعني ترجي وقيمته وحرارته وتاريخه في المسابقه وفي فريقه يعني باش يكون مطالب انه يمشي باش يتنقل للقاهره للدفاع عن الحقوق نتاعو. يعني لو جات تاهل ديما نقول لك صعب لكن مش مستحيل، فبها جات تاهل. لكن على اللاعبين يعني إعادة القيمة وإعادة هيبة النادي الموسيقى، يعني مش سهل أنك ترجي يعني كما قلت لك تاريخه وعلاقته ينهزم بالأداء وبنتيجة هيك مقابلة الإياب ضد منافس اسمه الأهلي. أيوه مش مصر تلعب حظوظك الكل، يعني مطالب أنك ما تحاولش يعني تظهر بنفس الوجه اللي صار به في مقابلة الذهاب. أنيس المصعب المدرب المشرف على الفريق باش يكون في مهمة صعبة جدا وفي موقف لا يحسدوا عليه، يعني لا قدر الله باش تكون هزيمة قاسية باش هو باش يتحمل المسؤولية نتاعها باش يكون هو في مرمى الانتقادات. على اللاعبين شعور بالمسؤولية، مش مهم انك تتأهل او انك تكون بينهم مرتد، المهم انك ما تحاولش يعني كما قلت لك تعاود النسخة نتاع مقابلة الذهاب تعاودها. هذا المهم بالنسبة للترجي واللاعبين اللي لازمهم يشعروا بالمسؤولية، يعني ويشعر بجماهير النادي اللي ضحات واعطت يعني وقفتها النادي في الشدائد
ايوه مفهوم طبعا. سؤالي الاخير متعلق حقيقه بعيدا عن الاهلي والترجي، انا هكلم يعني على واحد سفير للكره التونسيه في مصر، والحقيقه هو دخل مش بس دخل قلوب، ده تربى على 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 عرش قلوب الجماهير الاهلاويه، هو علي معلول اللي بقى ابن النادي الاهلي ومشوار علي الناجح. ازاي بتشوفوا مسيره علي معلول نجم الكره التونسيه ومن بعده طبعا محمد الضاوي كريستو في النادي الاهلي في تونس؟ يعني نبدأ لك بعلي معلول ملك الحلول. ايوه كما تقول جماهير مصريه اسرع دليفري في مصر، اسرع دليفري في مصر. لا هو بيقول لك حاجات كتير قوي، بس في حاجات ما ينفعش تسالها على الهواء. ملك الحلول صحيح. اكيد علي معلول، مش انا بجي نحكي على علي معلول، قدم النادي الاهلي. يعني معلول يعني جماهير اهلاويه، واصبح تشك بانه تونسي، يعني كانه مولود وعايش في شبهه. متفق معاك جدا، حقيقي حقيقي حقيقه، يعني وكانه مصري، يعني وكانه يعني لعب في الاهلي ومنذ السنوات، يعني منذ بدايته وهو ابن النادي. صحيح ما شاء الله، يعني مش ما نقولوش حاجه اخرى، يعني افضل محترف دخل النادي الاهلي في العشر سنوات الاخيره حقيقه، يعني تتويجاته وارقامه. لا نموذج بصراحة، نموذج جوه الملعب وخارج الملعب الحقيقة، يشهد لي يشهد من أحسن اللاعبين. صحيح تأقلم بسرعة مع الأهلي، يعني شخصيا لما وقع مع الأهلي في 2016 ما كنتش أتوقع أنه باش يوصل بعد 7 سنوات يكون هكا بالنسخة هذه، يعني صحيح. مسؤول عاشق لنادي الأهلي أهلاوي، علي معلول أصبح حقيقي. أهلاوي في النادي الأهلي، وأصبح تاريخ الحقيقة واحد من أهم اللاعبين اللي جم الحقيقة على مستوى المحترفين. صحيح في تاريخ النادي الأهلي. ضيفي النهارده نجم من نجوم النادي الأهلي كابتن أشرف ممدوح، معاك يا أستاذ محمد، كان حابب يتكلم معاك ويسألك في أكتر من نقطة. اتفضل كابتن أشرف. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بيك يا كابتن. سؤالي بس عن ورؤيتك بالتأكيد هناك ومتابعتك لنادي الترجي، التعيين كابتن أنيس البوسعيدي وهو مدرب واعد الفترات اللي جاية إن شاء الله مع الترجي، شايف أنه يعني نادي الترجي فقد المنافسة على البطولة أفريقيا والدوري والبطولات المحلية، ولا شايف أنه، لأنه أعتقد أنه بعد خسارة الخساره امام النادي الاهلي وفقدان شويه الامل بنسبه يعني كبيره وابتعاده شويه عن المنافسه في الدوري التونسي، اعتقد ان كان من الافضل انه الترجي التونسي يكون عنده رؤيه اخرى في التعاقد مع مدير فني يعني بسي في اكبر شويه، رغم ان كابتن انيس من المدربين الواعدين جدا جدا في تونس. شايف رؤيتك ازاي؟ يعني هل فقد الامل ولا؟ واسمح لي اشرف كمان اضيف على نفس السؤال فيما يتعلق بالمدير الفني الجديد، انه سمعنا انه باتريس كارتيرون واحد من الاسماء المرشحه لتولي المسؤوليه ايضا في الترجي التونسي. ماشي، خلينا نبدا بالنسبه لبوسعيدي. بوسعيدي وقعت عينه في الترجي كاسم مؤقت بعد حيل كابتن نبيل معلول، هو باش يكون باش يقود الفريق يوم غدا، يعني يوم الجمعه في مواجهه الاهلي. بالنسبه لبوسعيدي ممكن من الموجودين على البنك في الترجي ممكن احسن حلول لاداره المقابله، خاصه انه موجود في الفريق منذ الموسم اللي فات، يعني هي عارف المجموعه ما تغيرتش برشا في الترجي، يعني تبني نقاط ايجابيه. بالنسبه لبوسعيدي من المدربين التوانسه القلائل اللي عنده شهاء لكل التدريبات سواء الاوروبيه او الافريقيه، بما ان النقاط ممتازه برشا، مدرب يستنى في مستقبل واعد. كما قلت لك يعني الحاجه الثانيه انه يعطي المجموعه، رغم انه باش يكون كما حكيت في وقت سابق باش يكون في موقف حرج جدا ولا يحسدوا عليه، خاصه لا قدر الله فريق خسر بنتيجه كبيره، لانه كنا اللوم الكل سيقع على انيس البوسعيدي طبعا. بالنسبه للترجي، الترجي مش باش يكمل بانيس البوسعيدي الموسم هذا مؤكد بنسبه كبيره، باش يكون فم مدرب. كارتيرون مرشح يا استاذ محمد، كارتيرون واحد من الاسماء المرشحه او في قناه صحيح مرشح. باتيس كارتيرون مدرب السابق للاهلي كان مرشح لنادي الترجي. ايوه حسب المصادر، مصادر موثوقه جدا، ممكن باش يكون حل في الترجي. كيف فما الكوتش معين الشعباني من الاسماء المطروحه للعوده للترجي. كابتن معين الشعباني كمان. لكن طبعا. لكن الاشكال في الترجي في نقطه، يعني يتجاوز المدربين، رغم كما قلت لك تقع مسؤوليه كبيره على نبيل معلول، لكن الاشكال في الترجي اعمق برشا من مساله المدرب. صحيح. استاذ محمد سعيد فهمي الصحفي طبعا براديو ام اف ام التونسي، بشكرك شكرا جزيلا، كل الشكر ليك طبعا وكل التقدير
لنادي الترجي تونسي، واحد يظل واحد دايما من كبار القاره، ونتمنى انه يستعيد يعني مستواه في اقرب فرصه بعد ماتش الاهلي والترجي يوم الجمعه اللي جايه. بشكرك شكرا جزيلا. خليني ارجع مره ثانيه لقصه دوري الابطال الاول عشان ما ننساش بس، والناس كنت يعني رجعنا من الفصل اللي فات بكلمه مؤهل، ايه قصه المؤهل؟ انا كنت بشوف كنت بكلم انا واشرف في مين افضل باذن الله لو تاهلنا للمباراه النهائيه، مين افضل او مين يفضل مواجهته، الوداد البيضاوي ولا سان داونز. فهنسمع رده على الهواء ونرجع بقى نفهم ليه قصه مؤهل ومين هو اساسا المؤهل. طب ما تقول انت كنت بتقول مؤهل على مين الاول؟ انا كنت بقول مؤهل على سان داونز، على خط دفاع سان داونز. يعني كنت بقول انه المواجهتين هيكونوا في منتهى الصعوبه. اياك ان تتخيل انك هتوصل لمباراه نهائي دوري الابطال حتى لو فريق طول مشواره في البطوله بيترنح وبيواجه مشكلات وصعوبات، فريق بيلعب على لقب بيلعب في مباراه نهائيه، ثق تماما انها مباراه هتكون صعبه. لكن اوجه الصعوبه مع الوداد تختلف من وجهه نظري عن اوجه الصعوبه مع سان داونز. بشوف انه نقطه ضعف سان داونز هي خط دفاعه، ان لو الاهلي فايق او كان فايق في دور المجموعات ما كانش المواجهه انتهت بالشكل ده ابدا. بتفق معاك في نقاط وبختلف معاك. يلا نختلف الاول. نختلف الاول. لا نتفق الاول. احنا دايما متفقين ان شاء الله، ولكن يعني وجهات نظر. تمام. بتفق معاك ان سان داونز خطوط دفاعاته يعني شويه مش هقول مهلهله، ولكن في مساحات تقدر تلعب على خط الدفاع. احنا في ماتش القاهره هنا. كان ممكن تحرز اكتر من كاس العالم. صحيح. واحنا في نص الحاله الفنيه اللي احنا وصلنا لها دلوقتي كان ممكن يكسب سان داونز. صحيح صحيح. انا كنت بقول لاحمد انه احنا في فتره من الفترات في النادي الاهلي كان عندك استحواذ كبير جدا جدا للكره في وسط الملعب، ما كنتش بتدي فرصه، وفي النواحي الهجوميه كنت بتضغط دايما على الفرق المنافسه، وبالتالي ما بتديش فرص كبيره ومساحات كبيره للفريق المنافس انه يهاجمك او انه يزيد عليك بكرات في الناحيه الهجوميه. فريق سان داونز دلوقتي في افريقيا بهذا الشكل، عنده خط وسط مميز جدا جدا، عنده باكين طرف يمين وشمال رائعين في الناحيه الهجوميه وشويه في الناحيه الدفاعيه، خط هجوم اكثر من رائع، استحواذ كبير جدا جدا في وسط الملعب، وبالتالي ما بيديش الفرق المنافسه مساحه كبيره انك تهاجمه بشكل كبير او يبقى عندك فرص كتيره اثناء المباراه. صحيح لما بتروح بواحده او اثنين او ثلاثه اثناء المباراه بتكون خطر، ودي اللي بيكون عندهم اخطاء في الناحيه الدفاعيه، بنتيجتها بيكون في اهداف في مرماهم او بيستقبلوا اهداف في مرماهم، ولكن مش بشكل كبير. لو قدر ان شاء الله، يعني لو ان شاء الله نتخطى الترجي، ويكون لو كان في سان داونز تخطى تفضل الوداد، انا افضل مواجهه الوداد، لانه شويه شوف احنا ان شاء الله في النادي ما بنخافش من حد، احنا دايما بنقول اللي بيخاف لا ده احنا بالعكس يمشي يعني او يبعد في المواجهه دي تحديدا. نص في انقسام، نص جماهير الاهلي عايزه الوداد عشان تخلص البطوله بتاعت السنه اللي فاتت، ونص جماهير النادي الاهلي عايزه سان داونز. لا مش سان داونز، مش هو كبير افريقيا او مش هو افضل فريق في افريقيا زي ما ناس بتحاول تروج، وانه الاهلي في مستواه وفي حالته الطبيعيه يقدر يخلص على سان داونز بمنتهى السهوله. صحيح. النادي الاهلي الحمد لله ده ليه دوافع وده ليه دوافع، طبعا واهلا بالاثنين لو يعملوا منتخب ويجولنا احنا ما عندناش مشكله. لكن مين فرصه افضل يا اشرف؟ هل يعني ناس كتير شايفه انه سان داونز حسم التاهل من كازابلانكا؟ فرصه افضل طبعا، شايف طبعا فرص افضل بكتير، خاصه واحدة على الحاجات اللي احنا مختلفين عليها. صحيح. لا على ملعبه ووسط جماهيره حافظ ملعبه بشكل كبير جدا، بس انا اتفرجت على معظم مبارياته، معظم مباريات سان داونز في ملعبه صعب، ان الناحيه الهجوميه عنده كساحه يعني. بس عارف ايه اللي غير من ده؟ انه بيلعب الوداد في حاجتين، واحد الوداد فريق بطل، فريق عنده الشخصيه وفريق عنده الطموح لتحقيق اللقب، مفيش حد ينكر ده ابدا. صحيح. اثنين، انه ماتش كازابلانكا خلص 0-0، عارف لو خلص 1-1 اقول لك انه فرصه اكبر، كبيره جدا سان داونز فرصه اكبر. لكن بما انه سان داونز ما سجلش، انا بشوف ان السيناريو اللي هيلعب عليه الوداد هو انه يسجل هدف في سان داونز، يخطف هدف في سان داونز. لو قدر الوداد انه يسجل الاول في سان داونز، انا بقول لك هتشوف سيناريو كل امكانيات سان داونز دي اللي انت بتشوفها في ملعبهم تقريبا هتختفي، وهتشوف وداد تاني غير اللي انت شفته في كل مشواره في دوري الابطال. انا لا اختلف معاك تماما في ان الوداد فرقه من افضل فرق افريقيا في الوقت الحالي. ولكن اختلف معاك في انه سان داونز على ملعبه
حتى لو كان خسر في امام الوداد في المباراه الاولى يقدر يعوض، يقدر يعوض بشكل كبير، لانه عندهم مميزات كبيره جدا في الخط الهجومي، عندهم لاعبين بيصنعوا الفارق، بيقدروا يوصلوا بشكل كبير، بيقدروا يصنعوا فرص بشكل كبير، وعندهم كمان الفينشنج بشكل رائع جدا جدا. وبالتالي لا، صن داونز يعني مع النادي الاهلي من افضل فرق افريقيا حاليا في النواحي الهجوميه والنواحي الدفاعيه. على كل، احنا بنتكلم على ايام، اقل من شهر. صحيح. اكيد ان شاء الله هنتقابل تاني ونشوف انه يعني اكيد ان شاء الله، ولكن فرص النادي الاهلي ان شاء الله افضل، تظل قائمه، تظل قائمه بشكل كبير. واللي يطمني اكتر وخليني اطمن برضو يعني اقول لجمهور النادي الاهلي، انا عارف ان جمهور الاهلي الفتره دي راضي جدا عن اداء الفرقه، وراضي عن مستر كولر، وراضي عن كل نجوم او كل لعيبته، وحاسس انه الفريق جماعيا وفرديا وصل لحاله ومرحله من الاجاده بشكل كبير. لكن خليني اقول لك كمان انه الاهم من ده انه الاهلي هو في حالته غير، عشان في ناس بتقيس على طبعًا ما مضى. طبعًا صح ولا طبعا إيه؟ طبعا. فالاهلي النهارده الحمد لله احنا مطمنين، ما بنعانيش من غيابات، فرقتنا كلها توب فورم، اختيار التشكيل كل الناس بتبقى محتاره فيه، مردود الاهلي دفاعيا وهجوميا هو الاقوى على مستوى القاره، فبالتالي ان شاء الله تجاوزنا للترجي يأهلنا ان شاء الله باذن الله لنهائي ان شاء الله نكون فيه الاقرب، ومش هتفرق ساعتها مين يكون في المواجهه، سان داونز او الوداد. السؤال الاخير، انت اكيد طبعا كنت في يوم من الايام بتابع كالتشو صح؟ طبعا. الانتر ولا الميلان النهارده؟ والله شايف الانتر خلص. خلص يعني الانتر خلص. خلص واقرب بكتير وافضل. وبكره السيتي والريال هتشجع مين؟ شوف انا برشلوناوي تمام، ولكن متعاطف جدا مع ريال مدريد الفتره الاخيره. مش عارف يعني، حاسس ان مجموعه اللاعبين الموجودين يعني تشعر ان هم فعلا بيبذلوا مجهود كبير وعندهم امكانيات كبيره، ولكن شايف ان السيتي الحقيقه افضل وفرصه افضل، ويعني الفترات الاخيره مع جوارديولا رائع يعني. السيتي لن يرحم أفضل بكره طبعا. ان شاء الله طبعا. ان شاء الله. يعني لو بيب جوارديولا ما حققش البطوله دي السنه دي انا هزعل بقى الحقيقه. يعني مش عارف بقى ايه يعني نعمل ايه طيب. نورت الدنيا اشرف، ناس عاملين دايما. ربنا يخليك. تظل فرص للاهلي قائمه ان شاء الله باذن الله، طالما ثقه جماهيره في لعيبته موجوده، بيأدوا بهذا الشكل وهذه الروح القتاليه. صحيح. الكبيره جدا جدا جدا، وده واحده من الاسباب والدوافع اللي اتراهن عليها في ماتش الجمعه. انا هنا بكلم لعيبه الاهلي، انت عايز تاكد على ثقه جمهورك فيك، مش محتاج تعدي باي مطب او اي هزه من اي نوع وانت رايح للمباراه او للمواجهه الاهم، حتى لو كانوا على مباراتين مواجهه الاهم في الموسم. ومهم جدا تبعت رساله انه الاهلي دايما كيرفو طالع، وانه هيكون خصم عنيد جدا في المباراه النهائيه. كل ده تقدر تعمله في مباراه الجمعه، مش بس هدفك التاهل للنهائي، لكن هدفك تبعت رساله لجماهيرك ولمنافسيك انه الاهلي قادم بقوه ان شاء الله من اجل تحقيق اللقب والبطوله ال11 في تاريخه. اشرف ممدوح، نورت الدنيا وشرفتنا في السادات. شكرك جدا جدا يا احمد، بكل التوفيق للنادي الاهلي الفتره الجايه. شكرا ليك، وشكرا ليكم على المتابعه. بكره ان شاء الله حلقه خاصة جدا في متابعة الدور قبل النهائي في بطولة تشامبيونز ليج أوروبا، بعد ما نشوف النهاردة الإنتر وميلان هيعمل إيه، هنتابع ونحلل بكرة المواجهة الكبرى والنهائي المبكر بين السيتي وريال مدريد. تحياتي لكم.